الأوبريت الفني أنا عندي حلم للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو الأول من نوعه في فلسطين الذي يحاكي قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، نفذته جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي أنصيرات وسط حضور كبير من ممثلي المؤسسات الأهلية والرسمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين والنقابات المهنية المختلفة والشخصيات العامة وعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد كبير من الجمهور. أريج الشوى حضر الأوبريت وعادت لنا بالتقرير التالي. أنا عندي حلم هو الأوبريت الفني الأول من نوعه في فلسطين، حيث تقيم جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي احتفالا في مدينة غزة، وذلك لضمان المشاركة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحق لهم تعلم الموسيقى والتعرف على الآلات الموسيقية. اليوم طبعا تنفذ جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي النصيرات أوبريت أنا عندي حلم، وهو الحدث الفني الأول من نوعه في فلسطين الذي يحاكي قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا الحدث يأتي كحدث اجتماعي بشكل مباشر يحاكي قضايا الإعاقة مرة أخرى ويسلط الضوء على أبرز احتياجاتهم، مشاكلهم، تحدياتهم، ويهدف أيضا إلى إبراز قدرات ومهارات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني هذا الأوبريت هو نتاج لمشروع عمره سنتين على الأقل، الفرقة الموسيقية تقريبا من 6 شهور وهي تتدرب. طبعا تجميع الفرقة أخذ منا جهد مضني عشان تجدي أشخاص ذوي إعاقة يعني لديهم الخبرة، لديهم الفكرة عن الغناء والتلحين والعزف. كانت عملية مضنية، استطعنا أن نجمع هاي الفرقة واستمروا في التدريب، وتدريب مضني مستمر، تدريب ربما صعب كان أحيانا، لكن نجحنا الحمد لله بأنه نؤسس ونطلق فرقة الأمل للتراث للفنون الشعبية والتراثية. احنا اليوم في هذا الأوبريت، طبعا هو مش أوبريت، عرس للأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس أنه الأشخاص ذوي يعني هو راح يقدمه الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحنا طبعا اليوم بنخاطب الشعوب في لغة الموسيقى والفن، لأنه هذا اليوم لغة الشعوب، وإحنا عن طريق الموسيقى والفن بنخاطبهم على أساس نوصل رسالة لهم. فلسطينيا محليا في هنالك القانون رقم 4 لعام 99 الذي يكفل الحقوق والواجبات للأشخاص ذوي الإعاقة، ويكفل أهم ما يكفل نسبة التشغيل كحد أدنى. فرض نسبة التشغيل على المشغلين أن يكون حد أدنى 5% للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه نسبة معقولة وجيدة على الأقل. الاتفاقية الدولية دولة فلسطين وقعت عليها في عام 2014، ومتى وقعت الدولة على اتفاقية دولية تصبح هذه الدولة يعني ملزمة بأن تنفذ قوانينها وفقا لروحها الاتفاقية. استفدنا من مشروع مجتمع شامل ومتاح للجميع في أكثر من جانب، أهمها هو تلقي تدريبات وورش عمل في مجالات
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني بهدف مساعدتهم في العيش بكرامة مع غيرهم، مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة. أيضا اللي هو استفدنا من المشروع من اللي هو طبعا كانت توفير فرص عمل لنا في المرحلة الثانية والرابعة من المشروع. في المرحلة الثانية توفرنا المشروع فرصة عمل لمدة 50 يوم، في المرحلة الرابعة كانت مدة العمل كانت 5 شهور في مؤسسات عاملة في مجال ذوي الإعاقة وغير العاملة في مجال الإعاقة. سيروا، لن تكونوا وحدكم أبدا، نحن معكم وسنستمر معكم اليوم وغدا وفي المستقبل بإذن الله. المجتمع أصبح أكثر وعيا بشكل متدرج، صحيح ربما قطاع غزة وشعب قطاع غزة ومجتمع قطاع غزة مثقل بالهموم، وربما يعني ليس لديه رفاهية أن يقدم المزيد للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا صحيح، ولكن على الأقل نحن نسير باتجاه المطلوب، باتجاه السليم. مع الوقت ستصبح مناصرة هذه الأشخاص ذوي الإعاقة أيديولوجيا، عقيدة حقيقية للمجتمع بهمة المؤمنين والمناصرين لهذا القضية.